كما حرص المواطنون في محافظة كفر الشيخ على متابعة المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، معربين عن تقديرهم لجهود الدولة في دعم الاقتصاد الوطني. مصر كمان اجتاحت الفرصه للشباب انها تكون موجوده وعملت كثير من المشروعات القوميه الموجوده في محافظه كفر الشيخ وكمان في مصر، واحنا كمان كنا موجودين، خلت الشباب تفكر خارج الصندوق وخرجنا كمان مشاريع، وخاصه وزاره الشباب والرياضه ساعدتنا جدا ان احنا نكون موجودين وبنعمل مشاريع. فعاليات المؤتمر الاقتصادي هي التزام وطني لتجاوز التحديات، وكمان هي يعني مناقشه الاوضاع الاقتصاديه، وكمان هي بتضع الخطه المستقبليه لرؤية الاقتصاد المصري إن شاء الله خلال الفترة المقبلة في ضمن التحديات العالم يعني إن شاء الله. دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد المؤتمر في وقت حساس للغاية لدعم الاقتصاد المصري والاستماع لرؤى ومقترحات رجال الأعمال والاقتصاديين والمستثمرين لمعالجة المعوقات الاستثمارية والاقتصادية في الاقتصاد المصري. وإحنا مبسوطين جدا النهاردة إن الشباب بدأ يشارك، والقيادة السياسية تدينا مشاركة ان احنا نتابع الاحداث دي من داخل الصالات المغطاة وداخل الاندية ومراكز الشباب، فدي فعالية جميلة جدا، واحنا مبسوطين ان احنا متواجدين النهاردة وبنطلع بشفافية كاملة من الحكومة على الخريطة الاقتصادية اللي موجودة،